سفارة تركيا بالمغرب تعلن عن شروط جديدة تهم الراغبين في السفر. أعلنت سفارة تركيا بالمغرب عن فرض شروط جديدة على المغاربة الراغبين في الولوج إلى ترابها ابتداء من أمس فاتح يوليوز 2021. وأوضحت السفارة التركية بالرباط في بلاغ نشرته عبر صفحتها الرسمية أنه في إطار مكافحة وباء كورونا ستكون شروط الدخول إلى تركيا ابتداء من 1 يوليوز 2021 حيث يتوجب على الركاب الذين تبلغ أعمارهم 6 سنوات فما فوق القادمين إلى تركيا من المغرب تقديم واحدة على الأقل من الوثائق المشارة قبل الركوب إلى الطائرة. ومن بين الشواهد المطلوبة تضيف السفارة التركية شهادة تلقيح صادرة عن السلطات الرسمية للبلد المعني تفيد بأن آخر لقاح قد تم تلقيحه قبل 14 يوما على الأقل، أو وثيقة صادرة عن السلطات الرسمية للبلد المعني تشير إلى أنه تم الحصول على نتيجة إيجابية لاختبار كورونا خلال الأشهر الستة الماضية.